وقال نقيب الصحفيين ضياء رشوان إن جلسات الحوار الوطني ستناقش موضوع وحدة الصناديق الخاصة. ولفت رشوان في كلمته بالمؤتمر إلى أن هناك تخوف عند بعض المواطنين بشأن التفريط في السيادة المصرية على القناة، وهذا أمر لن يحدث. فكرة وحدة الموازنة والصناديق والصناديق الخاصة والهيئات العامة ده موضوع اقتصادي بامتياز، أتى الصندوق لكي يثيره من جديد. هل موازنة الدولة تضم كل الهيئات والمؤسسات والصناديق أم لا؟ هناك رأي مطبق الآن أنه لا، وهناك رأي اقتصادي آخر يقول نعم. ومن هنا بعض الاعتراضات تأتي من هذه الزاوية الاقتصادية، وهي بالقطع كما أقول لحضراتكم وأوضح لحضراتكم مطروحة الآن ضمن جدول أعمال الحوار الوطني. الأمر الثاني هو أمر سياسي، وهو الخوف والتخوف عند بعض الناس أو الريبة والاسترابة والتشكيك عند آخرين بأن هذا المشروع فيه تفريط في السيادة الوطنية على قناة السويس. أنا لن أجيب بما هو معروف ومؤكد بالنسبة لي على الأقل أنه لا تفريط في السيادة المصرية على شبر واحد من أرض هذا البلد، فما بالك بهذه الأرض وهذه القناة التي سالت على ضفتيها دماء عشرات الآلاف من أبناء هذا الشعب المصري، سواء من أبناء القوات المسلحة من الضباط أو الضباط الصف أو الجنود من الذين هم داخل القوات المسلحة عاملين، وبالأخص الأغلبية الساحقة من مجندي القوات المسلحة من الضباط والجنود أيضاً.